بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد
صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاد وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصاير الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها
فمن اراد المدینه والحکمت فلیاتها من بابها. ثم قال انت اخی و وصی و وارثی لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی و انت غدا علی الحوض خلیفتی و انت تقضی دینی و تنجز عداتی و شیعتک علی منابر من نور مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدا من الضلال و نورا من العمى و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا یسبغ بغرابت فی رحم ولا بسابغة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل ابطالهم وناوش ذعبانهم فاودع قلوبهم احقادا بدريه وخيبريه وحنينيه وغيرهم فاضبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكو وإياهم فليندب النادبو ولمثلهم فلتضرف الدموع وليصرخ الصارخو ويضج الضاجون ويعج العجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة
أين الأنجم الظاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشغاغ؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمرضى؟ أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمام، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهدين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن القطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماغمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاغبة، يا ابن الأنجم الظاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات،
یبن الطور والعادیات یبن من دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا دنوا و اقترابا من العلی الاعلا لیت شعری این استقرت بک النوا بل ای ارض تقل کم ثرا ابی رضوا او غیرها ام ذی طوا عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوا ولا ینالك منی ضجیج ولا شکوا بنفسی انت من مغیب لم یخل منا بنفسی انت من نازح ما نزه عنا بنفسی انت امنیت شایق یتمنا من مؤمن و مؤمنت ذکرا فحنا بنفسی انت من عقید عز لا یساما بنفسی انت من اثیل مجد لا یجارا بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاها بنفسی انت من نصیف شرف لا یساوا الى متى احار فیک یا مولای و الى متى و ای خطاب ناسف فیک و ای نجوا عزیز علی الاجاب دونک و اناغا عزیز علی نبکیک و یخذلک الورا عزیز علی یجری علیک دونهم ما جرا هل من معین فاتی لمعه العویل والبکا هل من جزوع فاصارد جزعه اذا خلا هل قضیت عینون فصادت ها عینی علی الغذا هل الیک یبن احمد سبیلون فتلقا هل یتصل یومنا من کبعدت فنحظا متا نرد مناهلک الرویت فنروا متا ننتقع من عذب مایک فقط طال الصدا متا نغادیک و نراوحک فنقر عینا متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا اترانا نحف بک و انت تأم الملا و قد ملات الارض عدلا و وقت اعداک حوانا و عقابا وابرت العطاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما
وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين.